المحاضر ما غنعاودوش عليها. الموضوع ديال الغياب بلا ما نعاود نكرر داكشي اللي قال السي مروان. سيدي الرئيس فاعتم معنا في الجلسة الأولى بتأجيل بعض النقاط إلى هذه الجلسة على أساس باش تعطيونا بعض الوثائق الإضافية اللي طلبناها، أول شيء شكرناكم عليه وطلبناها أمر إيجابي، ولكن للأسف الشديد رغم هذا التأجيل هذه النقطة ما عاودش صيفطوا لنا جدول الأعمال ديال الجلسة الثانية ديال الإيجابي، مما يجعل أنه التأجيل ما كانش عنده شي معنى. الحاجة الثانية بغيناكم السيدة الرئيسة بخصوص قرار جدالي في واحد شي حاجة يمكن حنا ما فهمناهاش مزيان من غير الموضوع تاع الإشهار والحكاية ديالو اللي لا أجلتو بطبيعة الحال لا أجلتو الكلام فيه. الموضوع تاع النفايات الهندة طبعا كما كتعرفوا بأنه كان التحديد ديال واحد المبلغ في القرار الجدائي السابق ديال 20 درهم عن كل متر مكعب، وهذا المبلغ كان تم تحديده بناء على دراسة قامت بها كازا بريسباسيون، وسي حدادي ديك الساعة كان نائب عمدة مفروض له يعني ولكن جميع هذا الشيء إلى آخره. اليوم كنقركم في هذا القرار الجدائي كتعطيو جوج المعلومات يعني ديال المبالغ من جهة هاد المنعشين العقاريين غيوليو يخلصوا فقط 10 دراهم على الطن الوغ كو كان من قبل 20 درهم للمتر كوب، وفي المقابل المعلومات اللي تعطات لينا انه الجماعة غتخلص 120 درهم على الطن، يعني غيولي إذا درنا بالوحدة ديال القياس هي الطن غيولي المنعش العقاري كيخلص واحد 0.1 شي حاجة عن الطن، والجماعة كتخلص عليه باش تهز ليه هذاك النفاية الهامدة اللي هو دارها 120 درهم. مزيان توضحي لنا هذه القضية اللي عفاك لأنه وقع فيها إشكال وللأسف اللجنة ما تعطات لناش التوضيحات الكافية. الحاجة الثانية هو كنا تقدمنا لكم بواحد جوج طلبات. الطلب الأول يتعلق بإحداث واحد اللجنة موضوعاتية حول مالية الجماعة، لأنه قلنا بأنه دابا كاين كلام كثير على أنه الموارد ديال الجماعة بقات محدودة كذا إلى آخره. على كل حال حنا المبادرة ديالنا رمينا بها وانتم وافقتونا عليها وعبرتوا على هذا الشيء باش نديروا واحد اللجنة موضوعاتية كتكون مصغرة وكتركز على الموضوع وكدير تشخيص موضوعي المالي ديال الجماعة، وعلى أساسه أنه يمكن دفع بعض الحلول تغيير القرار الجبائي إلى آخره إلى آخره. فبغينا نعرفوا المآل ديال هذا الموضوع. والطلب الثاني ديال تشخيص اللجنة ديال التقصي حول حصيلة يعني الإعفاءات المتعلقة بالرسم الحضاري عن الأراضي الحضارية غير المبنية، نديروا التقييم ديالو ونشوفوا لأنه تما كاين واحد العدد ديال المداخل اللي يمكن تكون مؤثرة. الحاجة الثالثة السيدة الرئيسة هو واحد العدد ديال التوصيات انتو اعلنتوا بانكم متفقين معنا عليها، وعدتونا بانكم غديروا فيها مجهودات وغتبرمجوا اجتماعات خاصه بها، ولكن لحد الان ما بقيناش عرفنا لانه في نفس الوقت كديروا من ناحيه العمليه مبادرات كتفيد بانه التوصيات ما عمرها غتنفذ. كنا اتفقنا معكم على باش يكون واحد الاجتماع بحضور المدير العام ديال كازا باتريمون مع الشركة اللي كانت شرفات على العملية ديال الجرد وديال الترتيب ديال ممتلكات الجماعة باش نعرفوا حقيقة الإشاعة التي روجت ساعتها بأنه كاين أعمال وكاين جرد وكاين وكاين، نعرفوا الحقيقة ديال العمل ديالو والأهمية ديالو، وإذا ما كانش صالح نعرفوا علاش ونعرفوا المآل ديالو. والحاجة الثانية حنا كننتظروا قبل ما القضية بالمدة ديال سنة ونصف أنه المجلس بحال اللي اتفق جميع المكونات على عقد يوم دراسي من أجل مناقشة استراتيجية تثمين ممتلكات الجماعة،
فاذا هي كتجمع واحد العدد ديال النقاط الكثيره ديال التفويتات واللي ما كتخضعش شي منطق. وعلاقه بهذا الموضوع سمعنا بانه كتقوم بشي عمليه ديال جر ديال بقايا الطرق. بغيناكم تعطيونا شي توضيحات على هذا المجهود اللي كتقوم به، واش من اطار، واش كاين شي صفقه، واش كديروا فقط بالامكانيات البشريه للجماعه، فين وصلتوا فيه، شنو الطريقه ديالو، شنو الاجال ديالو، الى اخره الى اخره. بقات عندنا سؤال اخير سيده الرئيسه، عندنا سؤال اخير من غير تضارب المصالح، بغينا نسولكم على واحد الاشكال ديال النيابه العاشره. كان سمعنا على شي استقاله ماشي استقاله، مبدئيا كيخص يكون جات اثر ديالها، حتى الترتيب ديال النواب مبدئيا ما بقاش خصو يكون هو النائبه العاشره مثلا، اذا كتبقاش سميتها النائبه العاشره، وبالتالي حتى التوقيعات والتاريخ اللي كتوقع عليها صيفتها فلانه اللي كان نائبه عاشره من ناحيه قاميه وما عندوش معنى. علاش هذا التاخر؟ راه سنه ونصف هذه، راه قرا علينا سنتين. ثم الحصيله ديالو شنو درتو في الموضوع ديال تضارب المصالح؟ مزيان السيده الرئيسه تعطينا توضيحات في هذه القضايا، لان هي اللي كتشغل الراي ديالنا على الاقل، الا ما كانش كتشغل الراي العام تاع المغاربه وكامل. شكرا.